مساء الخيرات، مكالمة غريبة من سيدة على أخوها بتطالبه بأنه يساعدها في شيء معين. شو طلبت منه؟ هل ساعدها أو لا؟ تفاصيل غريبة ومثيرة كالعادة بعد الفاصل. خلاله حبايبي ما تنسوني اللايك والاشتراك في القناة، نشر رابطها وتعليقاتكم الجميلة واللطيفة لأنه تساعدني في نشر هاي القناة. نسمع. ونبدأ بالتعرف على روكسانا فالديز، الشخصية الرئيسية في قصتنا لليوم. ما في كثير بالمناسبة معلومات متوافرة عنها، مع أنه هي قضيتها أخذت صدى واسع، حاولوا يجمعوا معلومات، إلا أنه في النهاية كانت بسيطة. هي مواليد قرية صغيرة جدا في تشيلي في العام 1957. هي مواليد مقاطعة اسمها بونتارينس. هلا يقال انه اهل هاي البلد معروفين بانه هم محافظين، مزاجهم شوي صعب، ما بيحبوا حد يتدخل في امورهم الخاصة، لهيك المعلومات غير متوافرة عن هاي السيدة. يمكن كمان هم ما بيحبوا يرتبط بعض أفراد العائلة بالجريمة المؤلمة اللي صارت مع هاي السيدة. هلا هي متزوجة من رجل، حتى مين هو شو اسمه ما في أي معلومات أبدا. من زواجها عندها ابن واحد في العام 2011، وبعد سنوات من الزواج غير السعيد يتم الانفصال. الآن هي أم عزباء في قرية صغيرة من قرى هاي الدولة، تبحث عن عمل، إلا أنه بتعرفوا في القرى الصغيرة عادة فرص العمل محدودة. بالعادة في هاي القرى الصغيرة المهنة الأساسية هي الزراعة أو بيع الخضار الفواكه من هاي المزروعات، وحتى المدارس الموجودة في المنطقة الأكاديميات كلها تركز على موضوع الزراعة. وبعد بحث طويل عن فرصة عمل أخيرا تجدها في واحدة من الأكاديميات المهتمة بهالموضوع اللي هو الزراعة، كان اسمها دون غريغوريو بوردينج سكول. هاي بتدرب الطلاب على مهارات الزراعة، التعامل مع الأرض، وهاي الأمور الجميلة والجميلة جدا. روكسانا كانت تعمل مشرفة على منامات الطلاب في هاي الأكاديمية، تتأكد أنه كل واحد بغرفته، ما في حد يتجاوز القوانين، تعليمات إدارة الأكاديمية. اللي بتعمله هاي السيدة أنه تضع ابنها في هاي المدرسة، لأنه هي بالإضافة لعملها في الليل بالأكاديمية، خلال النهار هي تعمل في الحقول، ما في عندها الفرصة أنه تشوف ابنها تربيه، لهيك في النهاية هو موجود معها داخل المدرسة. هلأ خلال عملها في هالمكان كان أحد الرجال اللي يعمل في مجال الصيانة، كلاودو مونيز ريميرز، يعمل معها خلال فترة الليل بالذات، لأنه كان يؤجلوا أعمال الصيانة لهاي الفترة. كلاوديو هو أصغر منها ب14 عام، إلا أنه بصير بينهم تعارف، هي تبدأ تحكي عن مشاكلها، هو يحكي عن مشاكله، مشاكلها اللي تتعلق بالعمل، هو نفس الشيء يحكي عن مشاكله وعن حياته الزوجية، هو متزوج عنده تنتين من البنات، دائما يشكي لها من علاقته مع زوجته بأنه هو يفكر في الطلاق، إلا أنه هو واعد والدها أنه هو ما يتركها، لهيك مستمر في زواجه بالرغم من أنه عندهم عدة مشاكل، وبالرغم من أنه هي أكبر منه ب14 عام، أنه هو واعد والدها أنه هو يحب بناته جدا، إلا أنه يقع في غرام هاي السيدة، بياخذ أغراضه من بيته بدون ما يحكي لزوجته ولا أي سبب منطقي، يغادر منزل الزوجية. وأكيد عارفين طبعا روكسانا في قمة سعادتها، الآن في حياتها رجل في هالليل تتسولى فيه وياه، يحكوا تعبر عن كل مشاعرها، ألمها السابق، صحيح أنه تارك زوجته يعني وبناته، لكن ما مشكلة.
وبعد ما يعيش مع هذا خل البيت بتبدأ تنتبه إنه له بعض التصرفات العدوانية شوي عصبية من هدول الرجال اللي أي شيء يستفزه، إلا إنه هي تتجاهل الموضوع. هلا في مرة من المرات عاملين بالمدرسة زي حملة تطوعية لتنظيف المكان، الكل المفروض إنه يشارك في هاي الحملة، من الطلاب اللي حامل دلو اللي معه سجادة بده ينظفها، المفروض إنه الجميع يشارك، لكن عارفين وكالعادة البعض يتهرب من العمل. هون بينتبه عليها كلاوديا، هو طبعا مسؤول عن هاي الحملة، عن عمليات التنظيف اللي بيعمله، إنه هو على طول يتوجه لهالطلاب، بيبدأ يهدد كل واحد فيهم إذا ما أكمل عمله، إذا ما شارك في عملية التنظيف، إنه يدخل عليهم في الليل في مناماتهم، يضربهم، يعنفهم. الطلاب طبعا بيخافوا منه لهالرجل يبدأوا العمل. هلا بعد ما تنتهي هاي الحملة بيروحوا لمدير المدرسة بيخبروه عن الشيء اللي صار. طبعا احنا ما بنعرف اذا هو فعلا ضرب اي واحد من الطلاب، الا انه المدير يطالب كلوديو بتقديم الاستقالة. وبتعرفوا هاي قرية صغيرة جدا، فرص العمل فيها اكثر من قليلة. لما هو يفقد عمله بيدخل في حالة صعبة صعبة. هو في النهاية مجبر على تقديم هاي الاستقالة من المكان الوحيد اللي يوفر فرص عمل، طبعا بعيدا عن مجال الزراعة. هلا بيرجع عادي يلف على هالحقول، على هالمزارع، يبحث عن عمل جديد، ما بيحصل ولا أي شيء مناسب. ولما ما يجد فرصة عمل في النهاية، هو مع روكسانا يتخذوا قرار بأنه هم يغادروا هاي القرية الصغيرة، يروحوا على مكان آخر، هو يكمل تعليمه، يحاولوا أنه يبدوا حياة جديدة. بتترك ابنها داخل هاي المدرسة، تغادر هي وكلوديو. هم بينتقلوا للعيش في مولينا، تبعد مسافة بسيطة عن عاصمة تشيلي. هناك بيعملوا لهم زي كشك، مكان لبيع الخضار والفواكه، حتى يتجنبوا إنه هو ينطرد من عمله مرة أخرى. وهاي المدينة مولينا بالمناسبة مشهورة بمزارع وكروم العنب، تنتج كميات غير بسيطة من النبيذ اللي يصدر إلى مختلف دول العالم. في النهاية بيبدأ الرجل كلوديو روكسانا حياتهم في هالمكان الجميل. بيبدوا الاثنين يشتغلوا في هالبزنس. هلا هو يبحث عن موردين يشتري منهم الخضار الفواكه، ينقلها للكشك، في المقابل هي وظيفتها انه تبيع هاي الخضار والفواكه. تبدأ امورهم جيدة، الا انه تفاجئ روكسانا بخبر هو ما كان يتوقعه او يتمناه ابدا. شو هو الخبر يا ترى؟ انه هي حامل. هو بيدخل بحالة سيئة، يعتقد إنه الوقت غير مناسب أبدا بإنه يكون في طفل في حياتهم. هو بيعبر عن غضبه، عن استيائه، إلا إنه روكسانا تتجاهل الموضوع. بيكون عندها فكرة إنه في النهاية بعد ما تولد هالطفل تضعه عند بعض أفراد العائلة، هم يعتنوا فيه لحد ما تمشي أمورهم، ينجح المشروع. لكن عاد كلوديو وين يسكت؟ بتبدأ المشاكل، الصراخ، الخلاف. هو ما بده هاي الفكرة أبدا. في أكثر من مرة يضربها، يعنفها، يسمعوا الجيران، يتواصلوا مع رجال الشرطة، يجوا حتى يحلوا الخلاف بين الطرفين. بالعادة ينتهي الخلاف بوصول الكارابينيروز واللي هم رجال الشرطة. في مرة من المرات يا جماعة بيتم التواصل معهم، أول ما يوصلوا على البيت بينتبهوا على روكسانا هي تغادر المنزل نصف عارية تقريبا، بتركض بالشارع. اللي لاحقها هو كلوديو. في النهاية واضح إنه هي حياة غير سوية أبدا. طبعا رجال الشرطة بياخذوها، بياخذوا هالرجل اللي هو كلوديو. أخيرا هي بتعترف أمامهم بأنه هي على مدى الفترة الماضية تتعرض للتعنيف، للضرب، أنه في النهاية هي أجهضت بسبب ضربه إلها في واحدة من المرات.
تطالب السلطات المختصة إنه يعملوا لها جلسات نفسية، لأنه هي في مرحلة صعبة للغاية. إلا إنه كالعادة بعد فترة بترجع تنسى، بتعيش معه، تستمر الحياة. يمكن هي على أمل إنه يوما ما يتغير يتحسن، لكن يا جماعة الرجل اللي بيوصل مرحلة إنه يمد إيده على أنثى ما في مجال للتفكير بإنه هو يتبدل يتغير. شو رأيكم؟ وأكيد حبايبي عارفين إنه الطبيعي يواجه بعض المشاكل القانونية بسبب اعتدائه عليها، إلا إنه هي بتحبه بتسامحه، بيحكي لها إنه هاي آخر مرة يا روكسانا، في النهاية ما بيتم محاكمته. هلا صحيح إنه بعد هاي الحادثة هو ما بيرجع بيضربها أبدا، إلا إنه يا جماعة يتخذ أسلوب مختلف تماما، إنه هو ما يكون في البيت أبدا خلال الليل، داير على البارات، على الأماكن اللي فيها شرب، ما يرجع على بيته إلا فترة الصباح. ولما نتحدث عن السهر في هاي الأماكن لفترات طويلة، نتحدث عن كميات غير بسيطة من ميزانية العائلة، من الأموال اللي تجنيها هاي السيدة في العمل، هو يصرفها على المشروب، لا وكمان على العاملات في مجال الدعارة. والآن بيخطر على بال روكسانا إنه هي ترجع هالرجل على بيتها. شو هي الفكرة يا جماعة بأنه يكون عنده طفل؟ بنوصل للعام 2013، هي بيكون عندها طفل في هالعام جميل بصحة جيدة، وتنجح خطة روكسانا. بيرجع كلوديو على بيته، يهتم بعمله، بزوجته، بالطفل الصغير. في النهاية بيشتروا كشك آخر في مكان قريب، بيشتروا سيارة حتى ينقلوا المواد أو الخضار والفواكه. المفروض إنه أمورهم جيدة، أمورهم المادية في تحسن، الحياة مستقرة. هنا بيخطر على بال كلوديا إنه هي تشتري السلاح، لأنه بيعيشوا في منطقة إلى حد ما تعتبر غير آمنة. بتشتري هالسلاح، إلا إنه وكالعادة بيرجع كلوديو لطبعه السابق، يغادر المنزل، يصرخ، يعني بتعرفوا كيف بعض الرجال يحول المنزل إلى جحيم. بيرجع هالرجل لعادة السهر في البارات، الحانات، يشرب كميات كبيرة من الكحول، ومع شربه لهاي الكحول يزداد تعامله السيء مع زوجته، يبدأ في تعنيفها بشكل أكبر وأكثر من السابق. في كل ليلة يرجع على بيته وهو سكران، في حالة غير عادية، يبدأ يصرخ عليها، يضربها، يعنفها، يعتدي عليها، حتى إنه يجبرها على ممارسة العلاقة، بالرغم من إنه بهاي الفترة هي كانت حامل. يعني حتى خلال الحمل هو كان يمارس هالشيء. هلا بتذكروا إنه هي كانت حامل في 2012، أجهضت. وبتعرفوا بالعادة السيدات في الأوضاع الطبيعية ممكن يدخلوا بحالة اكتئاب بعد الولادة الإجهاض، فما بالكم بهاي الظروف. هي بهاي المرحلة تدخل حالة شديدة من الاكتئاب. عاد شوفوا، يعني الزوجة مكتئبة، تعمل طوال النهار، الزوج سهران في الحانات، يجي يضربها، عندها طفل صغير، الوضع كارثي بمعنى كارثي. في واحدة من المرات هالرجل بيروح على الحانة كعادته، بيسهر طوال الليل. هي متعودة على هالشيء، صحيح إنه بتخاف تقلق، إلا إنه هي عارفة زوجها، عارفة طبعه. هلا لما يرجع في صباح اليوم التالي، بتكتشف إنه هو سارق 5 مليون من عملة هاي الدولة، البيسس التشيلية، ما يعادل 6000 دولار من أموال العمل، من مالها لروكسانا. روكسانا مجمعة هالمبلغ، مخبياه في غرفة بنتها، جزء منه بالمناسبة باعت منزل والدتها. الهدف في النهاية إنه هي تطور العمل اللي بيعمله هالرجل كلوديو، إنه بيسرق المبلغ، بيصرفه على الخمور على النساء.
لما يرجع في فترة المساء على طول بتواجهه روكسانا بأنه الأموال غير موجودة. شو بتكون ردة فعله يا ترى؟ هل بياخذ الموضوع بشكل جدي بيحاول يناقشه، ولا كأنه هي بتحكي يتجاهلها بيعترف أنه هو أخذ المبلغ؟ اللي بتعمله روكسانا إنه بكل هدوء بتروح على غرفتها، بتاخد واحد من الأسلحة اللي المفروض إنه هي لحمايتها لحماية زوجها، بترجع عليه رصاصة في صدره. هي بعد ما تطلق هاي الرصاصة يمكن وعيت على حالها شو الشيء اللي عملته. هو متفاجئ لأنه ما توقع منها هالشيء أبدا، بتحاول إنه تضع إيدها على الجرح اللي ينزف كميات كبيرة من الدماء، إلا إنه ما في مجال أبدا. هالرصاصة اللي أعطتها لزوجها ولا صديقها من مكان قريب جدا، ما في مجال، هي رصاصة قاتلة. الآن عادي بتبدأ تفكر شو بدها تعمل، كيف بدها تتخلص من الجثة. هي في حالة من الصدمة، من الألم، من الأسف، الندم على الشيء اللي عملته. مباشرة بتبدأ تفكر بأنه هي أخطأت، بأنه هي ما لازم تصرفت بهاي الطريقة. هلا هي في النهاية ما بتخبر رجال الشرطة عن هاي الجريمة، بتبدأ تفكر كيف تتخلص من الأدلة. روكسانا بتبدأ تفكر في بنتها اللي عمرها ما زال لا يزيد عن عام واحد، وين بدها تروح إذا والدتها دخلت على السجن؟ لازم تتصرف، لازم تحل المشكلة. هي بيخطر على بالها إنه تتخلص من الجثة، تخبر أو تبلغ عن اختفائه. هو اختفى أكثر من مرة في المرات السابقة، وبالتالي المهمة سهلة. طيب الآن نيجي كيف هاي السيدة اللي حجمها صغير جدا ممكن تتخلص من الجثة؟ ما في حل إلا إنه هي تقطعها لعدة أجزاء. وبتبدأ روكسانا في هاي المهمة. في النهاية هي بتحتاج لخمسة من السكاكين، بتعرفوا كيف خلاص بتصير السكين غير حاد، تروح تجيب اللي بعدها. في النهاية بتقطع هالرجل إلى عدة قطع، بيكون أمامها مهمة أخرى بشعة أكثر من اللي عملته أول. بعد ما تقطع هاي الأجزاء بتبدأ تطبخ فيها في أكبر قدر عندها أو طنجرة موجودة داخل البيت. الطنجرة بتغلي وهي بتلعب مع الطفلة الصغيرة واللي هي بنتها. كيف بعض الأشخاص يا جماعة خلاص ينفصلوا عن الواقع تماما. وبعد ما تكمل طبخ جميع هاي الأجزاء، الآن تبدأ في وضعها في أكياس منفصلة مرتبة متكتكة. هاي السيدة تضع الأقدام في كيس، الإيدين، الرأس والجذع. الآن مهمتها التخلص من هاي الأكياس. الآن تضع هاي الأكياس في سيارتها، بترجع على البيت، بتنظفه تماما باستخدام مواد التنظيف المبيض حتى تتأكد إنه هي تخلصت من الأدلة. بتركب السيارة متوجهة إلى منطقة سانت لوسيا. الخطة المفروض إنه هي تضع هاي الأكياس في واحدة من البقاع المهجورة، إلا إنه هاي السيدة يا جماعة مع إنه نفذت جريمة بشعة جدا، طبخت أجزاء زوجها، إلا إنه هي تخاف من التخلص من هاي البقايا. هي بينها وبين حالها بتحكي وهي بالسيارة تفكر كيف هي نفذت هاي الجريمة، كيف هي خايفة إنه تتخلص من هاي الأكياس. في النهاية بترجع على البيت وهي معها الجثة أو البقايا. بتحكي وهي ماشية في سيارتها، هي خايفة مرعوبة من إنه واحد من رجال الشرطة يوقفها يفتش سيارتها، يعني ما عارفة شو بدها تعمل. هي بتحكي بدأت تفكر في سيناريوهات إذا رجال الشرطة أوقفوها، إنه هي تدعي إنه بنتها مريضة، هي رايحة على المستشفى. حتى بتبدأ تفكر في النهاية إنه لما يوقفها واحد من رجال الشرطة تقرص بنتها تضربها حتى تبكي هاي الطفلة، تظهر إنه هي تتألم. في كل الأحوال هي بترجع على البيت، بتاخد هاي الأكياس بتخبيها بالجراج،
بتنظف سيارتها بمواد التنظيف المبيض، بعد هيك بتروح على أقاربه لكلوديو، بتبدأ تدعي إنه هو سرق مبلغ من المال غادر المنزل، ما بيعطوها أي أهمية. يمكن هم فكروا إنه هي تطالب بمبالغ مالية. في كل الأحوال بتغادر منزل عائلة كلوديو، بتروح تزور والدتها أخوها، بتنتبه عليها والدتها إنه هي في حالة سيئة جدا، معالم وجهها شاحبة، ما في أي تعبيرات على وجهها، ما بتاكل، واضح إنه هي في حالة سيئة. تسأل نفس الأسئلة، ما تجاوب ولا على أي سؤال. السؤال الوحيد اللي جاوبت عليه لما سألتها والدتها عن كلوديو، بتحكي لها إنه هو راح يشتري بضاعة بأنه صار عنده مشكلة في الإطار. تنتهي الزيارة، بترجع على بيتها، بتبدأ تفكر شو بدها تعمل، كيف بدها تتصرف. ما في أمامها إلا إنه ترجع تتصل على أخوها، بتتصل عليه، بتحكي له شو الشيء اللي عملته، شو الجريمة اللي نفذتها. في النهاية بتطالبه بأنه يساعدها في التخلص من البقايا. أول ما يجي أخوها بتبدأ تحكي له عن معاناتها مع هالرجل، كيف كان يضربها، يعنفها، إنه هي في النهاية نفذت الجريمة بحاجة لمساعدته في التخلص من البقايا. هو في البداية بيرفض، بيحكي لها إنه راح يتورط في هاي المشكلة، يغادر المنزل. هو بيخبرها إنه ما في حل أمامها إلا إنه تتواصل مع رجال الشرطة، تبلغ، لأنه إذا هي ما عملت هيك هو راح يبلغ عنها. هلا هي بتاخذ بنصيحته، تتوجه إلى مركز الشرطة. هلا هم متعودين عليها كل فترة تيجي تبلغ عن زوجها عن خلافاتهم، متوقعين إنه هي هاي المرة زي المرات السابقة، إلا إنه الصدمة لما تبدأ تعترف بإنه هي قتلت زوجها، هي طبخت جسمه، هي تحاول التخلص من الأدلة. وعلى طول تنتشر أخبار هاي الجريمة على جميع وسائل التواصل في تشيلي، بيوصلوها الصحفيين، الكل بده يكون عنده سبق صحفي بده يصور هاي السيدة. هي الآن بتغادر مركز الشرطة بالقيود، يبدو أنه بياخذوها على مكان آخر. الصحفيين موجودين في المكان، تتوجه إلهم بحديث بأنه هو كان يضربها، كان يعتدي عليها، بأنه هي كانت خايفة من أنه يوما ما يقتلها. هلا صحيح انه هي تعترف، الا انه بالعادة يا جماعة لازم يعملوا تحقيق، يتأكدوا اذا ما في حد شارك معها بهاي الجريمة، يجمعوا المزيد والمزيد من الادلة. المدعي العام واللي هي سيدة بالمناسبة اسمها مونيكا، بتحاول يا جماعة تثبت انه تم تقطيع هالرجل وهو ما زال على قيد الحياة. في النهاية هي بدها العقوبة القصوى. روكسانا بهاي الفترة محتجزة، هم بيعملوا المزيد والمزيد من التحقيقات. هلا محاميها بيبدأ يتحدث عن إنه هي ضحية لهالرجل على مدى الفترة الماضية، إنه كان يعنفها عاطفيا نفسيا، يعتدي عليها، وكل التفاصيل اللي حكينا فيها سابقا. تبدأ هاي المحامية الحديث عن إنه روكسانا تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، إنه في النهاية هاي الجريمة كانت وليدة اللحظة، نتيجة سنوات طويلة من العذاب من المعاملة السيئة. في كل الأحوال نتائج الطب الشرعي تؤكد إنه هالرجل توفى برصاصة، إنه ما في مجال يكون على قيد الحياة لما تم تقطيع أجزائه. هنا تخسر المدعي العام الفكرة الأساسية اللي كانت تحاول إثباتها. المحامي بيركز على فكرة إنه هاي سيدة معنفة، بيحكي إنه أول مرة بتبلغ عن إنه هو بيعتدي عليها كانت بعد 20 يوم فقط على وجودها معه، بالتالي هو زي ما حكيت بيحاول يثبت هاي النقطة. هي إلها أكثر من محامي، هاي المرة هو رجل.
وأكيد حبايبي عارفين إنه بالعادة يخضعوهم للتقييم النفسي. في النهاية الطبيب بيوصل لنتيجة إنه بالفترة اللي هي نفذت فيها الجريمة هي ما كانت في حالة عقلية جيدة. أيضا التقارير الطبية تثبت إنه هي أجهضت في العام 2012، أجهضت قبل 3 أسابيع على حدوث الجريمة وعندها طفلة. في النهاية هي في مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة، وتبدأ محاكماتها بتاريخ 17 أبريل من العام 2015. خلال هاي المحاكمة اللي بتاخد صدى واسع في أنحاء تشيلي، وسائل الإعلام موجودة، يتحدث المدعي العام عن وحشية هاي السيدة، كيف كان عندها القدرة إنه هي تطبخ زوجها. هي هاي القضية يطلق عليها مالينا كوكس كيس، يعني قضية الطبخ في مالينا. بيبدأ عادة صحفيين بتعرفوا المبالغات يدعوا بأنه هي أكلت شيء من هاي البقايا اللي طبختها. طبعا روكسانا بتبدأ تنتبه أنه وسائل الإعلام بيحاولوا أنه يضخموا الأمور، مع أنه هي ضخمة يا روكسانا، ما في مجال أنه هي تكون بسيطة، إلا أنه هي ترفض التعامل مع وسائل الإعلام. المدعي العام وهي زي ما حكيت سيدة بتحاول في النهاية تثبت إنه هي جريمة مخطط إلها على مدى فترة طويلة، إلا إنه الدفاع بيكون أقدر على إقناع القاضي بإنه هي جريمة وليدة اللحظة. المحامية بتدعم وجهة نظرها بتقارير من مراكز الشرطة. تقرير طبي يؤكد أنه الرجل لما توفى كان في حالة سكر شديد. المدعي العام مونيكا تطالب بالسجن لمدة 15 عام، إلا أنه القاضي هيئة المحلفين في النهاية يقتنعوا بوجهة نظر المحامي، يحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات فقط. أفراد عائلة كلوديو يدخلوا بحالة من الغضب الشديد، لأنه في النهاية فعلا الحكم متساهل للغاية. هم كانوا يطالبوا بعقوبة الإعدام أو على الأقل السجن مدى الحياة. أفراد عائلته بينكروا إنه أي شيء من الحديث عن عنف من هالرجل غير صحيح، إنه في النهاية هو رجل أعمال عنده مصادره المالية، مستحيل إنه يسرق منها مبلغ 6000 دولار. بيبدو يتحدثوا لوسائل الإعلام إنه هو كان خايف منها، إنه في أكثر من مرة اعترف لهم بإنه هي بتاخد المسدس من الخزانة بتبدأ تهدد فيه بإنه هي تقتله. واحدة من أخواته لكلوديو تتحدث في وسائل الإعلام عن إنه القانون في تشيلي يخدم المجرمين ولا يخدم الضحايا. حتى زوجته السابقة واللي هي جيزيل تدافع عنه بكل شراسة. بتبدأ هاي الزوجة السابقة تتحدث إنه هي عاشت لسنوات طويلة مع لكلوديو، ولا مرة هو اعتدى عليها أو ضربها، إنه الشخصية السيئة هي روكسانا، عندها غيرة شديدة، هي اللي كانت تخترع أو تفتعل المشاكل. في كل الأحوال هي بتمضي ثلثين مدة محكوميتها في واحدة من المؤسسات التأهيلية، بيرجعوا بينقلوها على مكان بسموه زي المنازل المفتوحة في أمريكا، يعني ممكن تكون موجودة تغادر تتعلم حتى يرجعوا يأهلوهم للحياة في المجتمع العادي. هي يسمح إلها خلال هاي الفترة بأنه تشوف بنتها تتعامل معها، وفي النهاية بتم إخلاء سبيلها حتى قبل ما تمضي ال6 سنوات داخل السجن. لما يتم إخلاء سبيلها يرجع الجدل مرة أخرى بأنه في النهاية هي ما أخذت العقوبة المناسبة. في المقابل البعض بيحكي أنه هي مجبرة، كانت مجبرة على تنفيذ هاي الجريمة. يقال أنه الجدل ما زال في المجتمع التشيلي على هاي القضية. بالمناسبة بنتها عاشت معها مع والدتها عفوا خلال فترة وجودها في السجن.
كانت هاي نهاية قصتنا المؤلمة لليوم، بتمنى تكون عجبتكم حبايبي. لو عجبتكم ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.